16 أغسطس 2022 صبح عليكم الخير والصحة، حياكم الله مشاهدينا في حلقة يوم الثلاثاء من شمس البحرين. أكيد هذه الحلقة إن شاء الله راح تكون مميزة. صباح الخير جماعة. صباح النور عيسى، صباح يوم الثلاثاء، صباح النشاط والطاقة الإيجابية أكيد اللي نتكلم عنها دائما إن شاء الله يا رب. صباح جميل لكم مشاهدينا، صباحكم سعادة. ومع حلقة يوم الثلاثاء أكيد فريق إعداد البرنامج جهز لنا محطات مختلفة ومنوعة ومميزة، لكن في البداية خلونا نتعرف معاكم على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مملكة البحرين وراجعين. نبض الشارع اليوم صعب السؤال، يعني صراحة لازم تفكرين في كل الأمثال عشان تجاوبين عليه، لأن السؤال يقول لك هل كل الأمثال يصح تطبيقها؟ كل الأمثال يصح تطبيقها، صدق لازم تكون عندك دراية بالأمثال، لكن يعني بشكل عام أعتقد أن المثل إيه يعني دائما من واقع، يعني بالضبط. مثلا إذا صار شيء معين يكون المثل، إحنا صح يمكن الأمثال هي الشعبية والقديمة هي كانت موجودة من زمان لأن بحيث أن أهم اللي أنتجوها، فأكيد لها موقف معين، لها واقع معين، فأعتقد أنه يمكن الأغلب يكونون صحيحين، يمكن بعضها ما تكون صحيحة لأن هي جات في حقبة معينة فإحنا ممكن تغيرت الحياة، ممكن كنا نتكلم في حلقات صح سابقة، فمو ما أعتقد الكل وجهة نظر حلوة أنه صح يمكن المثل هي في زمن معين ما يصير أنه يطبق صح على زمن آخر. حلو، هذه رأي ورأيك أكيد، نشوف رأي الناس من خلال نبض الشارع مع الزميل على الحداد. صباح الخير، كلنا نستخدم الأمثال الشعبية، ولكن هل كل الأمثال تطبق؟ خلينا نشوف نبض الشارع ورأي الناس في هاي الموضوع. أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، معقولة في ناس لحين طبق هالشيء؟ إيه لحين أنا أسويه. سمعنا؟ يعني بعد يقول لك اللحمة إذا ما حبت غارت لا أنت أخوي، هذا أخوي إنزين، إذا جاء ولد عمي أنا وأخوي على ولد عمي ما حد يطبقه، ما أتوقعه. ليش؟ لأن صار الغريب أحسن من النسيب، أنا أشوف كذا. إذا أنت مو مع الأمثال الشعبية، مو كلها تطبق؟ مو كلها. إيش تقول حق الناس اللي يطبقونه؟ أهنيهم إنهم بعدهم على ذا الشيء يعني. لا ما أعتقد. ليش؟ لأن الحين الحمد لله الدنيا توسعت، المعرفة، التعليم، الإلكترونيات، الحمد لله كلنا صرنا جروب واحدة، ما أعتقد إنه صارت فيه الحساسية أو التفرقة بين الجماعات. يعني ما تطبق المثل؟ لا ما طبقه. انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. صحيح. انزين، هل معقوله في ناس الحين تطبق هذه الامثال؟ نعم والله موجود لحد الان. ليش؟ والله عادات وتقاليد، صله القرابه، الدم، واحد ابن عمه ما بيتركه نهائيا، حتى لو انك زعلان انت ابن عمك راح تفزع معه. احيانا بنطبق. زين، ما تحس ان الدنيا تغيرت المفروض ان ما نطبق الامثال؟ لا عادي، ممكن ساعات احيانا يعني بابا مع اخويا على الغريب على اي حاجه لا تساعده وخلاص 100%. ليش؟ لان انا تربيت ان اخويا اهم حاجه العيله، واكيد ان مع الاهل على الغريب لو هم على صح، يعني مش في كل الاوقات، بس انا واخويا حتى لو غلط بكون معاهم. انا طبقه بس ناس لا، ناس انا والغريب على ابن عمي. والله يطبق طبق صدق المثل يعني، بس يعني على ما قالوا على المصالح، هي على المصالح يعني لمك مصلحة خلصت منها رحت على ولد عمك. مشاهدينا، إلى فقراتنا التالية، الأعمال اليدوية وتحديدا الخشبية لها رونق وجمال خاص، يمكن لأن الخشب له فلسفة وحضور مميز، أو لأن اللي يتعامل معاه يتقن فن، لذلك يظهر في نهاية المطاف بشكل يبهر العين. من خلال لقائنا اليوم مع الحرفي علي نجيب نتعرف أكثر على هذا النوع من الفنون. صباح الخير علي. صباح الخير الفن. أهلا فيكم، الله يسلمك يا رب. أهلا وسهلا، يا مرحبا في جمال. من بعد غيبة التقينا فيك مع إبداع وأعمال فنية حلوة أنت اليوم جايبها معك، نبي نتكلم عنها أكثر، لكن في البداية خلنا نتكلم عن الخشب كمادة أساسية. شلون ممكن أن الواحد يتعامل مع الخشب؟ مو الكل أكيد يقدر أنه يتعامل مع هذه المادة.
هو شوفي يعني أنا ببتدي من نهاية السؤال. لا بالعكس، الكل ممكن يتعلم اللي هو ممارسة الأعمال الخشبية ويمارسها مع التدريب ومع الممارسة، ممكن يوصل لمرحلة من الإبداع والإتقان فيها، يتعلمها. يعني هي يعني خلينا نقول حرفة قابلة للتعلم، وحرفة مهارة يعني تكتسب، مهارة تكتسب. في ناس تولد بالمهارة هذه فعلا إنزين، بس في ناس بعد الممارسة يقدرون يكتسبونها. فمهم أنه هو تحديد نوعية الأعمال اللي الواحد يبغى يمارسها عشان يعرف نوعية الخشب الأنسب إليه. طبعاً الأخشاب تنقسم إلى نوعين أساسياً، أو خلينا نقول فرعين الأكبر، الأخشاب الطبيعية والأخشاب المصنعة. الأخشاب المصنعة هي اللي تستخدم في الأثاث مثل هذه الطاولة اللي قدامنا، تكون عبارة عن اللي هو قشور للخشب تكبس ببعضها على أساس أنها هي تنتج الخشب صالح للتصنيع بكميات كبيرة وبكميات متكررة، أو يعني صورة متكررة يكون نفس الشكل يتكرر مع كل اللي هو الأشكال. الأخشاب الطبيعية لا، هي الأشجار اللي احنا ناخذها من الأشجار، سوري، الأخشاب اللي ناخذها من الأشجار اللي هو طبيعي شكلها الطبيعي، بشكلها الطبيعي. وبعد لها فرعين أساسيين، اللي هي الأخشاب الصلبة اللي ناخذها من الأشجار المعمرة، والأخشاب اللينة من الأشجار سريعة النمو أغلبها الصنوبريات. فعلى حسب نوعية العمل، نوعية اللي هو المنتج النهائي اللي الواحد يبغى يخرج فيه، يقدر يختار الخشب الأنسب إلى العمل ماله. يعني ممكن إذا بنتكلم عن الوقت، الوقت يمكن عنصر مهم في هذه الصناعة. إيش كثر يستغرق عادة الوقت بالنسبة لهذا النوع للحرفي تحديدا؟ وهل تعتبر هذه المادة من النوع صعب التعامل معها، ولا ممكن بسهولة التعامل معها؟ هو شوف يعني يعني تعتمد في هالمسألة هذه على كذا عامل. خلينا نقول خبرة الشخص في ممارسة العمل، توافر اللي هو المعدات اللازمة لممارسة العمل. طبعا يعني عشان الواحد يكون جاهز اللي هو العمل في مجال الخشب مو مسألة صعبة، يعني معدات الأساسية ممكن ينتجبها أكبر القطع اللي يحتاجها. فتبقى مسألة اللي هو الوقت اللي يحتاجه لتنفيذ عمل يعني بشكل كامل وحرفي، يعتمد على خبرته في المجال، يعتمد على تمرسه في المجال هذا. بس يعني علشان الواحد يتقن ممارسة النجارة ما يحتاج إلى فترة طويلة، يعني أول خلينا نقول ما يخطي خطواته الأولى في المجال هذا، خلاص تلاقي اللي هو طبيعة الخشب كمادة ترحب اللي هو على قولتنا يرتاح تاخذ بعد، يرتاح إليها ومتعاونة، خلينا نقول المادة مطواعة. ف انت تشكلها باللي انت تبي بالضبط يعني. بس ما اقدر احدد لك يعني، بعد في اعمال مثلا نقول حجمها كبير تحتاج الى تفاصيل كثيره تاخذ لها وقت طويل في تنفيذها، في اعمال بسيطه حرفيه لا يعني خلينا نقول بساعات. ويعني غالبا لما يكون واحد مثلا خلينا نقول داش المجال هذا بشكل جديد يبدأ بالشغلات الصغيره هذه، على اساس انه عمليه الانجاز لما الواحد ينجز شيء تحفزه انه يواصل، غير لما يبدي في شيء كبير ويلاقي صعوبة في أنه ينهي العمل فيتحبط، يتحبط ويتراجع عن اللي هو العملية هذه. علي يمكن أنت ذكرت من شوي الأنواع المختلفة إلى الأخشاب بشكل عام، إن كانت طبيعية أو إن كانت صناعية. لو بنتكلم اليوم شخص جديد في هذا المجال يبي يبتكر، يبي يبدع في الأعمال الخشبية، شنو التفضيلات؟ هل أنه يتجه إلى الطبيعي أو الصناعي؟ وإن كان في أنواع معينة ومحددة بعد ممكن تذكرها لنا؟ هو شوفي يعني مثل ما قلت القسمين الأساسيين، الأخشاب المصنعة أكثر استخداماتها لقطع الأثاث. إنزين يعني القطع الكبيرة، الخزائن، الأسر، الطاولات أو ما شابه، سهل التعامل فيها، مادة جاهزة معدة من المصنع بشكل ناعم وملمس وشكل جميل، يقدر الواحد يستخدمها. بينما الأخشاب الطبيعية عادة تجي بشكل رف قاسي، فتحتاج إلى معالجة وتجهيز عشان تكون جاهزة لتنفيذ العمل. فخلنا نقول إن القطع اللي هو يعني بعد في شغلة، الأخشاب الطبيعية عادة تكلفتها تكون شوي أغلى من الأخشاب المصنعة. فهذا شيء وهذا شيء، طبيعة العمل تحكم وش اللي بستخدمه من أنواع الأخشاب. وبعدين عندش في الأخشاب اللي هو الطبيعية، لما يكون واحد خلينا نقول مبتدئ في المجال ما يفضل انه يروح للاخشاب الصلبه، التعامل معها يتطلب معدات اكثر حرفيه ويعني خلينا نقول دقه اكثر وفيها شويه صعوبه. بينما الاخشاب اللينه، الاخشاب البيضه احنا نسميها هنا في البحرين، مرنه اكثر، سهله ومتوفره وسعرها رخيص. فلما يقول الواحد يبغى يجرب، يجرب في الشيء الرخيص على الاقل، لو ما يعني خلينا نقول ما نقول فشل، نقول ما توفق في انجاز العمل للمره الاولى، ما تكون خسارته كبيره.
صح. ممكن يعني ياخذها مره ثانيه ويجرب مره ثانيه ممكن ممكن يعتمد على حماسه في الموضوع بالضبط. كل ما يكون متحمس يرد يحاول الكره مره ثانيه اكيد. ممكن علي احنا في الاستديو قاعدين نشوف مجموعه من الاعمال ودنا نتكلم عنها، عن ابرز الاعمال ممكن اذا بتكلم عنها. والله شوف يعني المجموعه الموجوده هني انا طبعا يعني لازلت على يعني اهتماماتي، انا احب اعيد تدوير الخشب، فهذه جميل. كلها من بقايا اخشاب كانت راح ترمى بس يعني الجميل فيها ما عدا يعني يمكن هذه هديه من عند صديقي وهذه القطعه بعد من اخشاب بحرينيه، خلينا نقول شجره بحرينيه من نفدنها الاستاذ محمد خلف، حبيت اجيبها وياي لان هي قطعه جميله وانا اعتز فيها. باقي القطع هذه كلها من اخشاب ويست كانت راح ترمى اخذناها وقعدنا تدويرها. عندك القطاعات الخشبيه اللي هو تشيز بلاترز والشغلات هذه مجرد تحفه على شكل قيثاره، الكوسترز التشيز بلاتر الساعه معظمها صناعه محليه، صناعه بحرينيه انا مسوينها بنفسي وبمساعده بعض الاصدقاء بعض القطع. اعتقد ملاحظ انه ما في عليها اي صبغه، يعني هاي لونها طبيعي كلها مشمعه بالواكس بس يعني ما في اصباغ، بدون اصباغ صناعيه لسبب بسيط، انا كشخص ذائقتي الخاصه احب اكون محافظ على ملمس الخشب الطبيعي. لما المس ابغى المس خشب، ابغى المس باقي العروق الموجوده في القطعه هذه. في ناس لا، او يعني خلينا نقول على طبيعه استخدام القطعه، في قطع لا مع استخدام اليومي تحتاج الى طبقه حمايه فنستخدم لها مواد كيماويه، هذا لين يعني خلينا نقول الواكس اقرب الى انه يكون ماده ناتشرال تحافظ على اللي هو القطعه وتحافظ على ملمسها. هذه اللي كنت ابي اتكلم عنها انا تحديدا، انه شلون ممكن انا يعني اليوم انا خذيت مثلا هذه الساعه او خذيت واحده من الاشياء الموجوده واحب ان هي تكون معي اكثر وقت ممكن، يعني انا ما بشتري شيء وساعات يكون سعره شوي غالي على اساس انه هو يتم معي فتره بسيطه وبعدين اقطع او انه هو يكون مو بصالح للاستعمال، انا شلون احافظ على هذه القطع؟ هو شوفي يعني بالعموم خلينا نقول هني في الشباب البحرينيين اللي يشتغلون في حرف النجارة فاهمين أن القطعة ما تطلع من عنده إلا تكون مفنشة احنا نقول، أو يعني تم دهانها بالطبقة الحامية المناسبة إلى العمل، فبالعموم تجي القطع مفنشة ومحمية. كل عليه الواحد أنه يحافظ على اللي هو تنظيفها بشكل مستمر عن الغبار، يعني يجنبها التعرض إلى الشمس إلى الرطوبة اللي هو السوائل، يعني الخشب مو صديق للماء بشكل دائم يعني صح. ما يعني الرطوبة تأثر فيه. التنظيفها أنت ذكرت التنظيفها اللي هو بس مسحها مسحها، يعني في مواد تنظيفات خاصة باللي هو الأخشاب أوكي. وفي اللي هو ممكن نقول خلقة شبه رطبة، ما بقول رطبة شبه رطبة بحيث ما يشيل الغبار اللي عليها، بس ما يدش الماء كامل في الخشب عشان يعني يتأثر. الخشب في النهاية مادة طبيعية الرطوبة تتغلغله يتشربها فتأثر على تركيبته، الحرارة نفس الشيء تأثر عليه يتمدد بالحرارة لما يكون في مكان بارد ينكمش، فأنت لما تكون مثلا في القطعة في جوينتات أو قطع مركبة مع بعض هذه العملية تأثر على اللي هو الشكل العام. أكيد. ممكن علي خلينا نتكلم ممكن عن المنتجات الخشبية والأعمال اليدوية اللي قاعدين نشوفها، يعني هل تلاقي رواج في مملكة البحرين أو في مجتمعنا بشكل عام؟ في خلنا نقول المجتمع يعني صار شوية يهتم بالجمالية في ديكورات بيته، في القطع المميزة اللي يكون فخور فيها لما يجي ضيف ويشوفها موجودة عنده في البيت. ففعلا المجتمع البحريني صاروا الناس هم اللي يجيبون الأفكار للحرفيين، تعال احنا نبغي نقلد هذه الفكرة أو نسوي نفس هالفكرة، خصوصا لما تكون مثلا الشغلة اللي يبغيها مو متوفرة في متاجر الأثاث المحلية بالضبط. ويعني للأمانة احنا كبحرينيين حرفيين البحرينيين المخرجات اللي ينتجونها رائعة جدا وعلى مستوى عالي من الجودة، احنا نفخر فيها. ويعني ممكن تكون يعني مثل ما تقول ويش افضل حتى من لما يطلب القطعة ويجيبها من برا بالضبط. يمكن يعني علي اعتقد حتى الخشب اليوم صار يمكن متداول في البيوت في المحلات، قاعدين نشوفها بشكل اكبر من الفتره اللي فاتت. خلينا نقول الخشب كماده ماده طبيعيه، الانسان يالف المواد الطبيعيه اللي جايه من الطبيعه بالضبط. الخشب الحجر الماي هذه المواد العناصر البيئيه الطبيعيه لما يكون الانسان قريب منها يكون مرتاح صحيح. والحلو انه يعني الناس اليوم اللي يعملون في هذا المجال المتخصصين فيه قاموا يسوون القطع اللي تناسب
كل مكان بالضبط، في مكتبك، في البيت، على الجدران، حتى في المطبخ مثل ما شفنا، يعني نقدر نستخدمهم في اكثر من شيء. فحلو ان احنا نشوف مثل هذه الاعمال اللي ممكن ان احنا دائما نستغلها في كل مكان. انت ذكرت من شوي الجوده. اليوم انا لما بشتري مثل هذه القطع بعضها ما يكون رخيص، يكون باهظ الثمن، شلون انا اقدر اميز ان هذه القطعه جودتها زينه، هذه القطعه جودتها مو زينه، على اساس ان انا ما اشتري شيء يكون غالي وعقب انصدم فيه؟ هو شوفي، يعني هي المساله خلينا نقول فيها خاضعه على عدد من المعايير. يعني الواحد لما يشوف القطعه، لما انا مثلا اخترت القطعه، طبعا دائما افضل في مثل هذه الشغلات ان الواحد يشوفها بشكل مباشر، يتلمسها بايده، يتعرف عليها وعلى تفاصيلها. مهم انها تكون مثلا محميه بطبقه خارجيه مناسبه الى طبيعه العمل، تكون مفنشه بطريقه ممتازه، الجوينتس اللي هو اللي تجمع القطعه ببعضها تكون مسويه بطريقه صحيحه، خلينا نقول الاطراف تمت معالجتها بطريقه مناسبه الى طبيعه العمل. و يعني بعد خلينا نقول الواحد يعني ياخذ القطعه من شخص يوثق فيه. اكيد يعني احنا هنا في البحرين نمتاز، يعني مثلا حرفيين اللي عندهم ضمير، عندهم يعني اهتمام بتفاصيل اعمالهم. انا لما اجيب نفس القطعه استوردها من برا ما اعرف اللي قاعد هناك ايش قاعد يسوي. انا قاعد اشوف صوره، ما قاعد اشوف الاصل. بالضبط بالضبط، هذه يمكن المخاطره تكون يعني جزء كبير من هذه الاعمال الحواس اللي يدخلها الانسان في تلمس العمل واكتشافه تعطي له هو الفكره الكامله عن طبيعه العمل، هل هو عمل جيد ولا لا. حتى تلاحظين ان مثلا الاوليين يحبون يدقون على الخشب، من بالضبط. الصوت اللي يطلع يقدر يعرف جوده الخشب، هل هو خشب يعني مثلا مصمت قوي ولا خشب فاضي او ما شابه. هذه تعتمد على الخبره بعد، لها دور. خبرات هي مع الممارسه الواحد يكتشفها. اكيد علي، يمكن التعامل مع الخشب في محاذير معينه، بعيد عن يعني نقول انها تكون مضره للشخص نفسه، لكن ايضا هي قد تضر القطعه الخشبيه نفسها. شنو ابرز المحاذير؟ يعني هو شوف، يعني كتصنيع قصدك ولا كتعامل مع اللي هو القطعه الفاينل؟ يعني اقصد يعني اذا ممكن مواد قاعد نستخدمها تكون فيها خطوره، سواء على الخشب او سواء على الحرفي نفسه. انزل شوف، يعني الحرفي لازم يكون مستعد 100% وقت اللي يمارس العمل في ورشه النجاره او ايا كانت المساحه اللي قاعد يشتغل فيها، لازم يكون حريص على سلامته هو اولا، لان ما في اي منتج راح يطلع من تحت ايده يساوي صحته وسلامته. اكيد اكيد طبعا. فيحرص على اللي هو ارتداء اللي هو معدات الوقايه والسلامه، نظارات، قفازات احنا ما نفضلها في ورشه النجاره، بس لما يكون يتعامل مع مواد كيماويه مثلا لازم يكون حامي ايده. معدات القطع لازم يكون حاضر ذهنيا بالكامل وهو يتعامل معاها، اللي هو خلينا نقول الماسك وقت اللي هو التقطيع لازم يحمي رئته، هي هذه المنطقه اللي لازم يحميها بشكل كامل، عيونه، تنفسه. مهم جدا انه يكون حاضر ذهنيا، واجد مهم. لما يكون مشتت ذهنيا وقاعد يسوي اي عمليه ممكن يضر بنفسه. ومثل ما سبق وقلت لك، لما يكون يتعامل مع المواد الكيماويه اللي نستخدمها في الفينشينج يحافظ على ايادي، يكون حذر، يكون حذر بزياده. وهذا الشيء اكيد في النهايه يعني بيسلم في نفسه وبيسلم في القطعه اللي بيسويها بشكلها النهائي. وهي يعني تعرف، يعني احنا اساسا الحرفيين البحرينيين هنا يمارسون العمليه هذه كهوايه، كمتعه، يعني شغله يستمتع وهو يمارسها. ما في اهم من الصحه في ما في اهم من الصحه طبعاً. فلا تقعد تسوي شغله وتضر نفسك، انت خلي متعتك تواصل. أكيد. ان شاء الله طبعا دائما ياخذون بهذه النصائح اللي انت ذكرتها لهم. الحرفي علي نجيب، كل الشكر لك على تواجدك اليوم وعلى جمال القطع اللي بتاعك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. بالتوفيق ان شاء الله. يسلمك. مشاهدينا اكيد راح نواصل معكم باقي فقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل إلى فقرتنا التالية. نظمت أسرة الأدباء والكتاب فعالية بعنوان أدب الشباب، تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز دور الشباب الهام في مجال الأدب من خلال إبراز مشاركاتهم الإبداعية المتنوعة. للحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا أن نستضيف بالاستديو أمين عام أسرة الأدباء والكتاب الدكتورة صفاء العلوي ونوح الجيدة، مشارك بفعالية أدب الشباب أسرة الأدباء والكتاب. يا هلا ومرحبا فيكم، صباحكم الله بالخير. يا هلا وسهلا. صباح الأدب صباح، يمكن يعني نتكلم عن اليوم أمور دائما تثرينا من خلال الثقافة.
خلينا نبتدي معاك دكتوره، نتكلم اليوم عن هذه الفعاليه ادب الشباب. دائما حلو التركيز اليوم على الشباب، تمكين الشباب. خلينا نتكلم عن الفعاليه وشو كانت تحتوي عليه. صباح الخير جميعا. طبعا يسرني ان اكون اليوم ممثله لاسره الادباء والكتاب، كوني الامينه العام للاسره. وبالنسبه لفعاليات ادب الشباب التي تم الابتداء فيها والعمل فيها من الاسبوع الحالي يوم الاحد الماضي، تم استضافه مجموعه من الشعراء في الفعاليه الاولى. طبعا انقسم موضوع الشباب عندنا او ادب الشباب الى ثلاثه فعاليات متتاليه. الفعاليه الاولى ولله الحمد تم استضافه مجموعه من الشعراء ولقت صدى ويعني جمهور جميل جدا، كون ان الفعاليه احتوت مجموعه من الشعراء الشباب، حتى من ضمنهم كانوا ناس اول مره يطلعون على منصات الاسره. جميل. من ضمنهم الشاعر نوح جيده، فاحنا حتى الكثير كان يعني منبهر ان نوح اول مره يطلع وكان عنده هذا الاتزان وهذا الشعر. ايه هو سيناريست يعني، فانصدمنا ولا خلينا نقول عجبنا به بطريقه مو طبيعيه صراحه. كان القائه جميل، وطبعا الفعاليه اللي بعدها راح تكون ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاحد ان شاء الله، وراح تكون عباره عن استضافه مجموعه من الكتاب اللي اشتركوا في مسابقه صيفنا اجمل لكتابه القصه القصيره. راح نجتمع فيهم وراح يثرون تجربتهم باستضافتهم عندنا في الاسره، وهذه طبعا بدوره يشجع الشباب على الكتابه وعلى ان هناك دورنا احنا كاسره ان احنا نحتويهم. صحيح. ونشجعهم وناخذ بيدهم ونطورهم. الاسبوع بعد المقبل ان شاء الله راح يكون مع الاستاذ بسام الذوادي، الاستاذ القدير المخرج بسام الذوادي، وراح يكون حديثه عن كيفيه تحويل النص الادبي الى سيناريو او الى سينما. فهذه الفعاليات المتنوعه كلها جاءت تضامنا مع اليوم العالمي للشباب. طبعا الشباب في مجال الادب يحتاج الى كميه يعني تشجيع هائله حتى ان احنا نخليه ينخرط في هذا المجال. واحنا في خطتنا واستراتيجيتنا الجديده ل 2022-2024 في مجلس الاداره الجديد حطينا نصب اعيننا احنا ك يعني مجلس اداره كيف ان احنا ننمي الطاقات الشبابيه اللي موجوده عندنا في البحرين. ممتاز. البحرين ولاده وفيها الكثير من المبدعين في المجال الادبي الثقافي، ما عليهم الا سوى انهم يكتشفون ذاتهم في المقام الاول ومن ثم يتراودون ويروحون على الاماكن اللي تشجعهم، من ضمنها ان احنا عندنا المنصه مفتوحه لهم. جميل. على اخر جميل. اكيد طبعا. يمكن نوح اول ما بديت افتتحت مشاركتك بكلمه الصعود الاول، نبي نعرف شلون كانت الامسيه بشكل عام. اول شيء ما قصرتوا على الاستضافه، فعلا كان يعني صعود اول لالقاء الشعر. الحمد لله انا في الجامعه صعدت وايد على الميكروفون وتكلمت كثيرا يعني، لكن انك تصعد عشان تقول شعر كان بالنسبه لي امر غريب جدا يعني. يعني مثل ما قال حتى عيسى في البدايه، انا اصلا غير معروف اني اكتب شعر، وكتابتي حق الشعر تعتبر يعني قليله، ساماتي جدا قليله، ونشري في السوشيال ميديا وبين الربع بس يعني مو باكثر من كذي. لكن انك تدعى عشان تقول شعر على منصه، وانا الاسره للامانه يعني حطتني في موقف صعب، قدمت قدامي اربعه فانية الخامس اخر شيء، فانا الحين عندي تحدي واختم يعني. فعقب ما سمعت الشعراء الباقي للامانه تشجعت. والقاء الشعر يختلف كثيرا عن قراءته للامانه. انت اللي تكتب شعر وتطرشه حق الناس ما بتقرا بمخك غير اذا انت وقفت وانت قلته. انت اللي قلته صح. اذا انت قلت الشعر انت بتقاطع التقطيعات اللي تبي الناس يفهمونه. وبتقراه بتشدد على الكلمات اللي تبيها. بالضبط، بتشدد على الكلمات اللي تبيها، بترفع صوتك مره وبتنزل صوتك مره. فهذه وايد يفرق في القاء الشعر، وفعلا اللي تلقي الشعر تحس ان شعرك جميل غير اللي الناس تقراه. صح. فهذه امر كان جدا يعني جميل في هذه الامسيه، وانا فعلا استشعرته وحسيت انه القاء الشعر وايد اجمل من كتابته. ممتاز. كنت دكتوره نبي نتكلم اليوم عن اختيار المشاركين، شلون كانت طريقه اختيار المشاركين لهذه الفعاليه والمواضيع اللي يمكن ايضا كانت مصاحبه للمشاركين؟ طبعا ابي اكمل على كلام فضل. الشاعر نوح، الشاعر بدون القاء شعره لا يكون له الوزن الذي يجب ان يكون في او وقعه في قلوب الناس.
ففي كثير من الشعراء أحسهم أنهم ينظلمون بسبب عدم قدرتهم على الإلقاء الجيد. فلما وقف على المنصة وتكلم وألقى شعره كلنا انبهرنا فعلا في طريقة إلقاء الشعر الجميل. فأنا أهنيك يا شاعر نوح، يعني أنت وجه جديد وفعلا تستحق أن الواحد يصقلك ويهتم فيك. وأكمل فيه على سؤالك، اختيار المشاركين طبعا احنا تعودنا ان احنا نسمع ان وسائل التواصل الاجتماعي ان هي سلاح ذو حدين. الحمد لله احنا اخذنا الحد الايجابي. هناك من بعض الشعراء اللي كانوا في الأمسية الشعرية انطلقوا من منصاتهم الشخصية للسوشيال ميديا، حساباتهم الخاصة، وتكون حساباتهم مفتوحة، فتشوف أن العضو أو مجلس الإدارة أو العضو المنتسب لأسرة الأدباء والكتاب ينبهنا ترى في فلان، يتم نصير نتابعه، نشوف الشخص ذي مهتم جدا بالكتابة أو بالشعر أو بفن الرواية أو القصة. فحتى سرد القصص الحكويات هذين اللي نشوفهم بالضبط. اللي يحكون القصص أيضا هذه فن ومهارة، تحتاج إلى مهارة. وأنا من هذه الباب يعني أنا كنت مستضافة في الشارقة في مهرجان الشارقة للتراث، ويعني انبهرت في وجود بحرينيين وبحرينيات يؤدون هذه الدور كحكواتية للأطفال الصغار. فالسفر والاندماج مع الدول الأخرى يخلينا نكتشف بعض المواهب اللي احنا ما نعرفها حتى في بلدنا. دائما البحث مهم في اختيار أكيد. المواهب وانتقال. المشاركة في المحافل الدولية والمحلية هذه جانب مهم جدا لاكتشاف المواهب. أكيد. متابعة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حديث ومستمر أيضا هذا يعطينا مؤشر لاختيار الوجوه الجديدة وانضمامها إلى أسرة الأدباء والكتاب. يمكن اليوم مع السوشيال ميديا صار الاختيار شوي سهل لأن كل شيء منفتح، ممكن أن أنت تطلعين على الفنانين الكتاب الأدباء بشكل عام وتقدرين أن أنت تتقين في النهاية اللي تحسينه مناسب. نوح، يمكن أنا أبي أتكلم، إحنا من شوي قاعدين نتكلم عن اختيار المشاركين وأنت كنت يعني في محيط الأهل في محيط الأصدقاء، لكن شلون عرفوا عنك؟ شلون دعوك إلى هذه الأمسية؟ أنا الأمانة استغربت أصلا يكلموني، شلون عرفوا أنك شاعر؟ بالضبط. من البداية يعني أنا من البداية يعني ما أصنف نفسي شاعر ولا أسوق حق نفسي كشاعر أصلا، يعني النشر مثل ما قلت بين الأصدقاء في السوشيال ميديا وبس يعني. وحتى أنا أحب أسميني أنا أكتب الشعر ولست شاعرا يعني. فأنا كلمتني ندى نسيم أول شيء وخبرتني، خذت رقم غريب يعني هوني، وكلمني إن في أمسية شعرية كيت 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 في اليوم الفلاني حق الأسرة. قلت له أنت متأكدة؟ الصدمة. إيه أنت متأكدة يعني؟ قالت إيه، وكذي قلت لها تسمحي لي أسأل السؤال؟ قالت تفضل. قلت لها مين مرشحني؟ قالت الدكتور فواز الشروقي. تذكرت إن أنا تجمعني بالدكتور علاقة طيبة للأمانة. أنا أكتب بشكل مستمر نثر مقالات. فلين أطرش حق الدكتور مقالات يقول لي متى بتكتب شعر؟ ينتظر مني شعر. فالدكتور كان دائما يشجعني للأمانة لكتابة الشعر، وهو اللي الظاهر في الكواليس سوق اسمي، قال كلموا نوح. وأنا صراحة مدين حق هذه يعني هذه الترشيح، ووايد استفدت منه ووايد استمتعت بالأمسية، وهذه تحية حق الدكتور ما قصر والله. أكيد دائما إحنا نتكلم عن اليوم تمكين الشباب ودور الشباب في يعني وجود صف جديد ممكن دكتورة من خلال الشعر من خلال مختلف القطاعات. خلنا نتكلم اليوم عن أهمية هذه الفعاليات في إثراء الأدب الشعري، إيش كثر هي مهمة هذه الفعاليات؟ طبعا عدم وجود الشباب في أي ساحة سواء كانت أدبية اقتصادية ثقافية أنا أعتبرها عبارة عن حديقة بدون زهور. يعني هما الزهور اللي بهم تصبح الحديقة أجمل وذات رائحة أزكى. طبعا إحنا ما يعني ما نشيد بدور الخبرات أيضا. أكيد. وجود الخبرات مع الشباب يعطي خليط جميل من الإبداع. فدائما إحنا نشوف أن في أسرة الأدباء والكتاب الاختيار يتم عن طريق أعضاء من الأسرة أو عن طريق ناس برا على الأسرة، ولكن تتوصل لنا مثل ما تفضل وقال الدكتور فواز الشروقي. فيعني مثل الأخ فواز، الدكتور فواز فيه الكثير. فهذه الفعاليات سواء كانت بمشاركتهم أو بحضورهم تحفز عندهم الدافعية على المشاركة وعلى اكتشاف ذاتهم. هناك أشخاص كثيرين
احضروا عندنا امسيات ادبيه وثقافيه بوجود اصحاب الخبرات وبتشجيعهم، ويشوفون هاي الشخصيات قدامهم يحاولون يكتشفون ذاتهم. فمن خلال الاسره وفعاليات الاسره وحضور، حتى خلينا نقول انت مو كاتب ولكن مهتم بقراءه الروايه، تلاقي نفسك مع الوقت اذا طورت من ذاتك قد تصبح كاتبا مرموقا في يوم من الايام. صح. فاحنا نقول المشاركه مثل القراءه، يعني المشاركه في هذه الفعاليات لاي شاب من الشباب او شابه بالعكس هي الطريق المفتوح لهم عشان اكتشاف ذاتهم وعشان يصبحون يوما ما يريدون. أكيد. ساعات المتذوق للشعر يكون شاعر في نفسه لكن هو ما يعرف هذا الشيء. يعني في بدايات انضمامي لأسرة الأدباء والكتاب كنت فرحة أني أنا أشوف هناك أصحاب خبرة يأخذ رأيي في نصوص أدبية أو يعني في رواية أو في شعر ويعطيني المسودة ويقول لي قريها. هذه يعطيني القيمة أن أنا أقرأ وأكتشف كيف كتابة النصوص. مع الوقت حتى أصبحت كاتبة، فهذه المجال مفتوح للجميع. فيكون يعني الطريق مثل ما يقولون مهد، أنت أوريدي عندك بالضبط. يعني فكرة عن شلون ممكن تكون الكتابة، فيشجعك أن أنت تكتبين وتبدعين في هذا المجال. يمكن نوح كونك أنت شاب وساهمت في هذه الفعالية اللي كانت موجهة للشباب في مجال الأدب، شلون تشوف إسهامات الشباب اليوم في هذا المجال؟ الشباب يعني أنا ما بسميها مشكلاتهم، بس الشباب اليوم مكانهم السوشيال ميديا. أنا حتى قلت على المنصة في وسط اللقاء أو في وسط الأبيات اللي كنت أقولها وفي وسط القصائد كنت أقول إحنا شعراء السوشيال ميديا، وأحب أقول هذا المصطلح لأنه فعلا ترى مصطلح واقعي، يعني لأن كثير من الشعراء الشباب اليوم أصلا كانت المنصة الأولى لهم هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا صح، حتى لدرجة أن الأدب اليوم ترى يتفاعل مع السوشيال ميديا. يعني حتى طلعت جانرا جديدة في الشعر اليوم، إذا بنسميها جانرا، اسمها شعر البيت الواحد، اللي هو بيت واحد يمثل قصيدة كاملة ينحط في تويتر مثلا، خلاص هذه القصيدة كلها يمثل بيت واحد. وبالمناسبة يعني برع فيها كاتب كان موجود معنا في تويتر وحين ترك تويتر، اسمه زين بن بيا، كان في السعودية. فزين برع في هذه يعني هذه النمط من القصائد، يكتب بيت واحد يغنيك عن قصيدة كاملة يعني. فالشباب يعني احنا كشباب اصلا استفدنا من ذي المنصات في انه نكتب هذا الشعر. صح. وبالمناسبة انا اصلا تعلمت كتابة الشعر بالواتساب، كان عندنا جروب واتساب يجمعوا مجموعة من الشباب اللي عندهم اهتمام بالادب، وحتى الحين موجود الجروب اسمه اقاصيص واشعار، فيجمعوا مجموعة من الشباب وعلى اساس انه ندش اكتب نثر. ففي واحدة من الجلسات او في واحدة من النقاشات في الواتساب، واحد من الشباب قال ايش رايكم نبتدي نسوي دروس في بحور الشعر، فابتدوا يسووا لنا جلسات في بحور الشعر، وتعلمت على الواتساب. حلو. وبعدين خلاص يعني الحمد لله مساكن البحور وقدرنا نكتب في كم من بحر، يعني بدينا نتذكر ببحر الرمل وعقب الوافر وعقب الكامل، فعقب خلاص كل شاعر يختار الأبحر اللي تناسب الإيقاع الموسيقي اللي هو يرتاح له ويقدر يكتب عليه. أكيد. فالسوشيال ميديا ترى يعني سوت شغل حق الشعراء الشباب للأمانة. والاستضافة هي امتداد، الاستضافة مالت الأسرة هي امتداد، يعني صحيح. الأسرة كثر ما تقدر تفتش في السوشيال ميديا ومن خلال الترشيحات حق الناس المهتمة بتوصل حق مجموعة من الشعراء اللي فعلا شعرهم يعني ذو جودة عالية. والإلقاء هو يرفع من قيمة الشعر، لكن مو بشرط يكون يعني الشعر نفسه ممتاز، هي عاملين جناحين. أكيد. ممكن يكون متكامل. قيمة النص جميلة والإلقاء يرفعها أكثر. أكيد. ممكن بعجالة دكتورة خلنا نتكلم عن اليوم الشباب شنو ينقصه، هنتكلم بإيجابية في طوال هذا الحديث، لكن لابد من الحديث عن النواقص. شنو اللي اليوم ينقص الشاب البحريني عشان ينخرط في مجال الأدب؟ الشاب البحريني تنقص النظرة التفاؤلية اتجاه مجال الأدب. يعني من قعدات الكثيرة في مثلا أماكن متواجدين فيها الشباب أسمع دائما النبرة اللي تقول لك الأدب ما راح يفيدنا أو ما راح، خلنا نحطها بين قوسين، راح ينفعنا. هل ما في ترويج أن اليوم من خلال الأدب ممكن يوصل الشخص إلى مناصب مرموقة؟ بالضبط، إحنا نحتاج مش بس نلقي اللوم على الشباب فقط، المؤسسات المهتمة
بالأدب والمسؤولة عن الأدب عليها استقطاب الشباب أولاً والبحث عن برامج تواكب التطور اللي وصلوا له الشباب حالياً. يعني مثل ما تفضل الشاعر نوح تكلم عن السوشيال ميديا. الآن أسرة الأدباء والكتاب مثلاً، أنا أتكلم عن أسرتنا، إن هي بدأت تأخذ منحة التطور في مجال السوشيال ميديا، فتح مجال الإنستغرام وقناة يوتيوب خاصة بنا، وعندنا أيضاً موقع خاص بالأسرة. فهذه الأمور كلها بدأت تخلي الشباب يتطلعون على هذه بدأت تتوقعون الشباب بالضبط. بدينا نعرف منطلق الوصول لهم، من وين النقطة، كيف الوصول لهم. وفعلا استضافة الفترة الأخيرة الأسرة كمية من الشباب، وأيضا مجلس الإدارة الحالي اللي احنا موجود فيه في مجموعة كبيرة من الشباب، فالوصول لهم يكون أسهل بما أنه موجودين الشباب، بما أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم موجودة، كل هذه الأمور تسهل. صفاء، آخر شيء ممكن أن احنا نقول شنو أبرز الفعاليات القادمة؟ الفعاليات القادمة إن شاء الله راح تكون في مجال القصة القصيرة اللي هي انطلقت الآن بنسختها الثانية في صيفنا أجمل بالكتابة. عندنا برامج خاصة بأدب الطفل، وإن شاء الله راح نسلط عليها الضوء، كون أدب الطفل في الفترة الأخيرة كان شبه يعني باهت، لنقول لا نظلمه، هو تأسس في البحرين بطريقة صحيحة، بس احنا نحاول ان احنا نطور منه ونأخذ بيد الكتاب الجدد. راح يكون في مجال الترجمة حتى نوصل إلى العالمية ونكسر حاجز اللقاء بيننا وبين الدول الثانية. يعني ما بيأحرق البرامج كلها، احنا بانتظار جديد إن شاء الله، وإن شاء الله تسمعون ما هو جديد وما هو يسر الشباب وذوي الخبرة والأطفال، ويكون خليط متجانس من البرامج المتنوعة بإذن الله تعالى. وإحنا بانتظار الجديد، وإن شاء الله نشوفكم مع الجديد أكيد. أمين عام أسرة الأدباء. أحب أقول كلمة واحدة، يعني أنا اسمي باسم أعضاء مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب وكل منتسبي الأسرة، ندعو جميع الشباب للتواجد في مقر الأسرة وللإطلاع على برامجنا وعلى فعالياتنا. ومن يرى نفسه أنه قادر على أنه يكتب له نص أدبي بسيط، احنا في يعني بكل صدر رحب نرحب فيهم ونقول لهم المكان مكانكم. اكيد في النهايه احنا شاكرين لكم امين عام اسره الادباء والكتاب الدكتوره صفاء العلوي، وايضا نوح الجيده مشارك بفعاليه ادب الشباب. كل الشكر لكم، موفقين ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا، من اشهر العاب الفنون القتاليه هي لعبه الكيك بوكسينج، وهذا الفن يندرج تحت الام ام اي بجانب فنون قتاليه كثيره، ويعتبر نشاط صيفي مميز ومفيد للاطفال، فهو نشاط يعطي مساحه لاستخراج الطاقه الحركيه من خلال تعلم هذا الفن. تفاصيل اكثر عن نشاطنا لهذا الاسبوع في التقرير التالي. أقام مركز الدوي الرياضي عدداً من الأنشطة الصيفية للأطفال، وكان أبرزهم الكيك بوكسينج، والذي تعتبر من أشهر الفنون القتالية التايلندية. وصمم المركز حصصاً تدريبية مخصصة للأعمار الصغيرة التي تناسبهم وتناسب احتياجاتهم. طبعاً لعبة الكيك بوكسينج تعني لعبة ذات ثمان أعضاء، يعني الأيت ليمبس يسمونها، اللي هما القبضتين والكوع، الأكواع اثنين، والركبتين، والساقين، عظمة الساق. فهذه اللعبة تستخدم ثمان أعضاء في المنافسة. طبعاً عندنا هنا في الصيف اللي هو الزيادة يكون في فترة صباحية عن المدارس. طبعاً يستمر العصر، يكون طبعاً في أعداد أكثر جايين للصيف، والكثير منهم يستمر معنا بعد الصيف. طبعاً اللاعب يستفيد ذهنياً، صلابة ذهنية، تركيز عالي، استفادة في طبعاً فيزيكال اللي هو البدنية، استفادة جداً عالية. أبسطها يعني الأساسيات هي خسارة الدهون، اكتساب مهارات دفاع عن النفس جداً عالية. طبعاً بعضهم يصيرون مميزين، ممكن يستخدمهم المنتخبات الوطنية في مملكة البحرين. كل واحد يشوف ويعجب في اللعبة يميل لها، يحس انه يقدر يستخدم رجله ويده اكثر، ويحب الالعاب القتاليه. وفي بعض يعني بعض الاهالي عيالهم يحتاجون تقويه شخصيتهم اكثر بطريقه يعني فتره قصيره ومؤثره جدا، يعني فرق، تعمل فرق وايد.
ننتقل مشاهدينا إلى فقرتنا الأخيرة. الكثير من أولياء الأمور يشتكون من حركة أطفالهم اللي تعتبر طبيعية في أغلب الأحيان، ولكن كثرة تذمرهم على هذه الحركات العشوائية من الطفل ممكن أن يسبب خلل في صورة الطفل لنفسه أو حتى تقلل من ثقته بنفسه. واليوم راح نتكلم أكثر في هالموضوع مع الأخصائي النفسي أحمد محمد. صبحك الله بالخير ويا هلا مرحبا فيك. صباح الخير. صباح الخير أمين. أهلا وسهلا فيك. خلنا نتكلم معك ممكن أحمد في البداية عن اليوم مفهوم الصورة الذاتية بالنسبة للطفل. طيب، هو طبعا الموضوع ده زي ما اتكلمنا ان هو من أهم المواضيع اللي محتاجين نتكلم فيها، لأنه بيتبنى عليه حاجات كتيرة جدا في حياة الشخص. مفهوم الصورة الذاتية للطفل اللي هو يعني بكل بساطة كده عشان ما نصعبش المواضيع، هو الصورة أو الفكرة اللي بياخدها الطفل عن نفسه. تمام. والصورة دي بتبقى هي عبارة عن شوية أفكار وشوية معتقدات وشوية حاجات هو بيكتسبها من الواقع اللي هو عايش فيه، والصورة دي بيبقى هو مش عارف إذا كانت صح أو غلط، هو بياخدها كده زي ما هي بناء على اللي هو بيشوفه وبيستمده من الواقع اللي هو فيه. علشان كده هي خطيرة جدا، لأن هي ممكن الصورة دي بتوصل معه وتكبر معه لحد ممكن لحد ما يموت. يعني الصورة الذاتية اللي بياخدها الطفل من هو طفل بتفضل معه لحد ما يموت، فما بتتغيرش. علشان كده المهم الموضوع ده مهم جدا النهارده احنا نتكلم فيه ونركز عليه. طيب، الصورة الذاتية منها شوية أفكار، معتقدات، حاجات بياخدها الطفل عن نفسه بناء على البيئة المحيطة. طيب، بتتكون ازاي الصورة الذاتية دي؟ بتتكون من ثلاث حاجات. احنا عندنا الطفل في اول حاجه بيئه الدعم الاولى بتبقى الاسره، بيبقى البيت دي بيئه الدعم الاولى، بيستمد منها الطفل كل حاجه، واهم الحاجات اللي بتكون شخصيته بتبقى بيئه الدعم الاولى. بيئه الدعم الثانيه بتكون المدرسه. اوكي. طبعا المنطقتين دول اهم منطقتين، والاهم فيهم الاسره. طيب، لو طفل نشأ في بيئة لقى نفسه بيتقاله كتير انت زهقانين منك، انت على طول مزعج، انت غير مرغوب فيك، فبيبدأ بعد كده ده بيأثر على صورته الذاتية، وده بينعكس على تكوين صورته الذاتية. الصورة الذاتية بتتكون من أول 3 لـ7 سنين. هذا اللي كنت أنا بيقول عنه، متى الطفل يبدأ بتكوين هذه الصورة الذاتية عن نفسه، وخاصة قلت أنت من محيط الأهل ومن محيط المدرسة، فأنا بنعرف متى تحديداً يبدأ. تحديداً بداية من 3 لـ7 سنين بيبدأ الطفل الإدراك، الذكاء، الانتباه، التركيز، فهم الواقع، العمليات المعرفية، فكل ده بيبدأ يتكون عند الطفل، فتلاقيه فاهم كل حاجة. وعلى فكرة يبتدي يخزن. يبتدي يخزن على فكرة. الطفل فاهم وعارف وبيميز حتى لما بيتكلمش. علشان كده احنا ما بنيجي نقول للاباء ما تتعاملش مع ابنك ان هو بس عايز احتياجات مادية، عايز ياكل ويشرب ويتغير له وينام ويتذكر له بس، يبقى انت كده مخطئ. الطفل عايز احتياجات نفسية زي ما هو عايز احتياجات مادية. اكيد. والاحتياجات النفسية دي بتسهم بشكل كبير جدا في تكوين شخصيته وصحته النفسية. فدي طبعا الحاجات اللي بتأثر في تكوين الصورة الذاتية. طيب، نتكلم بقى عن الصورة الذاتية للطفل. ايه هي المدمرات؟ انا هتكلم في المدمرات او الحاجات اللي تؤثر بشكل سلبي على الصورة الذاتية للطفل، وتؤدي ان هو يطلع فعلا يا اما مريض نفسي او شخصيته ضعيفة جدا، شخص يائس، مش شخص ناجح في حياته. فطبعا الحاجات دي احنا هنقولها عشان الناس تتجنبها وتحاول انها تشتغل عليها. اول حاجة بنتكلم عنها التعليقات السلبية. التعليقات السلبية بتبقى زي البوليتس، يعني زي الطلقات النارية في شخصية الطفل، يتلقاها ويخزنها وما ينساها يمكن جدا. لأن الفترة دي يقولك التعليم في الصغر زي النقش على الحجر، هو مش تعليم بس، هو الكلمة اللي طالعة منك بما انك بابا، فبابا انت واثق فيك جدا وتحاجة كبيرة، فأي حاجة انت بتقولها صح. فبابا لو قال لي انت غبي فأنا غبي، فهنا بتبدأ ان هي الكلمة دي بتتغلغل جواه. هو طفل مش فاهم، فمش فاهم ان اذا كان انا غبي ولا ذكي، لا بابا ده ما بيقول كلام غلط. لما يكبر تمشي معاه بالظبط. فبيبدا ان هو التعليقات اللي انت بتقولها، كل كلمه وكل حرف بيبدا هو يمتصها، وما يبدا يمتصها دي بيكون مفهوم عن نفسه من الكلام ده، فبالتالي بتتكون صورته الذاتيه. فتقال له غبي فهو بيشوف نفسه غبي وفاشل، ممكن يكون ذكي جدا وهاي اي كيو، بس كلمه غبي دي وهو طفل خليته شايف نفسه غبي، خلاص مش هيطلع بره الحته دي لحد ما يموت. اتقال له انت شقي وشطان واركز، يشوف نفسه شقي وشطان. اتقال له انت شكلك مش حلو، انت مش مهتم بنفسك على طول، انت يبدا
كل حاجه بقى طبعا يعني الامثله كتير، ولكن لكن هذه تمر بمراحل احمد، يعني خلينا نتكلم عن مراحل نمو الصوره الذاتيه عند الطفل، شنو هي المراحل اللي مر فيها؟ انا يعني هتكلم في الست حاجات اللي بيدمروا الصوره الذاتيه، بعد كده هقول لك الحاجات اللي ازاي تنمي الصوره الذاتيه. اول حاجه قلنا التعليقات السلبيه، الاباء يخلوا بالهم جدا من الحاجه دي. تاني حاجه الاهمال، حتة الإهمال دي بتبقى طبعا خطر جدا، إن أنا ألاقي بابا مش مركز معايا، قاعد على التليفون على طول، خارج، ماما مش فاضيالي، فدي من الحاجات ما نعطي وقتنا الكافي للطفل نفسه بالظبط، فبتحسسه إن هو إيه، أنا مش متشاف، مو مهم، أنا مش مهم، في حاجة تانية أهم مني. تالت حاجة الموضوع الحماية الزائدة، برضو الحماية الزائدة زيها خطوره زي الاهمال الزائد. فالحماية الزائده ان بيبدا يوصل صوره للطفل ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه لوحدك، فلازم ماما تعمل لك كل حاجه، لازم بابا يعمل لك كل حاجه، انت غير كفء، انت مش ثقه انك تختار لبس لوحدك. فده طبعا الام مش بتقوله كده مباشر، بس لما تقوله لا تعالى غير التيشيرت دي مش حلو عليك، فهو حاضر يا ماما، فهو مش فاهم، بيغير التيشيرت ويبدا يكبر على كده. اشياء بسيطه تشوف ممكن ان هي تاثر بشكل كبير على ذات الطفل نفسه. بالظبط. يبقى احنا قلنا ثالث حاجه الحماية الزائده. رابع حاجة المقارنات، المقارنات بين الأطفال حتى من الأخ والأخت طبعا كارثة، لأن ربنا خلقنا كل واحد له بصمة غير التاني، فكل واحد له شخصية مختلفة، فما فيش حد شبه التاني، حتى الأخ والأخت نازلين بطن واحدة مش شبه بعض، مقارنة بتخلي بتولد كره حقد، فبتبقى حاجة سلبية جدا. خامس حاجة الإساءات، وهم ثلاث حاجات، الإساءات النفسية اللي هي الكلام الكتير السلبي زي ما احنا قلنا، وحاجات بقى فيها انت ما بتذاكرش، انت ما بتعملش، انت مش نافع، الحاجات دي كلها طبعا زي ما قلناها. تاني حاجة الإساءات الجسدية، العقاب الجسدي علميا أثبت انه بيوقف نمو الثقة بالنفس، يعني في اباء كتير بيستخدموا العقاب الجسدي فاكر ان هو كده بيصلح، لان هو شاف ابوه بيعمل كده فيوقف نمو الثقه بالنفس. ثالث حاجه الاساءات الجنسيه، ودي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتدمر ثقه النفس او صوره الطفل الذاتيه، بتبقى مشوهه تماما. اكيد تمام. ننتقل للمراحل من بعد النقاط الست، خلينا ننتقل للمراحل. مراحل بقى طبعا في حاجتين اساسيتين احنا محتاجين الاباء يتعلموهم عشان يزرعوا الصوره الذاتيه الايجابيه عند الطفل. اول حاجه الحب. طيب هنقول حاجه اسمها لغات الحب الخمسه بكل يعني تلخيص كده عشان ما نطولش على الناس. اول حاجه الوقت، انا ممكن اعبر عن حبي ليك، ممكن اقعد اقول لك بحبك بحبك، بس انا مش واصلني الحب ده. في فرق بين الحب وفي فرق بين انا وصل الحب. فانا لما بقعد معاك عبد الله واديك وقتي واقعد معاك ساعه وساعتين وانت عارف ان انا وقتي مهم، فبالنسبه لك انت ده حب، فانت بتفهم ان انا اديك وقتي ان انا بحبك. تاني حاجة التلامس الجسدي، التلامس الجسدي مهم جدا 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 في مراحل الطفولة من أول 3 لـ7 سنين، الحضن، طبطبة، نشيله، ده بيحميه من حاجات كتيرة جدا جدا في الكبر. تالت حاجة الكلام الحلو، أنا بحبك، أنت على فكرة شاطر قوي، أنت جميل، عادي لو أنت ما ذاكرتش كويس مفيش مشكلة، وأبدأ أن أنا أقول كلام حلو. رابع حاجة المساعدة، الخدمة، ان انا اخدم ابني، يعني اخدم ابني ازاي؟ متعثر في حاجة معينة مثلا فهروح اساعده فيها، تفرق معاه جدا، مش عارف يربط الشوز مثلا، هروح جاي مساعد اقول له تعالى، هروح جاي ربط له الشوز، حاجة بعيدة عنه مش عارف يجيبها، كل الحاجات دي بتفرق جدا. خامس حاجة عشان كده احنا قصدت اخليها الاخيرة، الهدايا، لان كتير جدا من الاباء بيفهموا غلط ان انا جايب له كل حاجة وجايب له لعب كتير وكل حاجة بتطلبها بجيبها له، لا، هو موضوع الهدايا بالنسبه له ما وصلتلوش شعور الحب، في حاجات كتير اهم من الهدايا ان توصل له بيها شعور الحب. عندي كل حاجه بس انا انت مش عندي كاب او انت مش عندي كام. صح تمام. دي اول حاجه احنا قلنا طبعا الحب، وقلنا لغات الحب الخمسه. تاني حاجه القيمه، الاحساس بالقيمه الذاتيه. طب انا اعرف الطفل قيمته ازاي او اعرف ان هو عنده قيمه ذاتيه ازاي؟ بثلاث خطوات. اول خطوه ان انا اعلمه ازاي يحط اهداف وهو طفل. حبيبي اهداف حق حياته بشكل عام؟ لا، اهداف بشكل مثلا بسيط. يوميه حاجات بسيطه، حبيبي النهارده هنعمل كذا، هنلعب بلاي ستيشن، بعد كده هنطلع نروح عند جدتك، بعد كده هنروح النادي، تمام، ونكتب الكلام ده، بعد كده اتابع معاه تحقيق الاهداف دي، او النهارده انت هتتعلم كذا، هتروح سباحه، فيبدا ان هو يتعلم ان هو صغير ان هو له قيمه، ان هو بينتج حاجه، ان هو بيعمل، ان هو بينجح في حاجه. يبقى اول حاجه وضع اهداف، ثاني حاجه تحقيق الاهداف وريني اتحققت الهدف ده، تالت حاجة إن أنا أعلمه إزاي يواجه الفشل. عشان كده تلاقي واحد كبير في سننا كده تلاقيه برواكتيف ومبادر وناجح ومتكلم ويحاول، واحد تاني تلاقيه متجنب وقلقان وخايف ومش عارف
طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان في الطفوله نشا كان في كان في اب بيقول له ازاي تتعامل مع الفشل، ازاي تحط اهداف، ازاي تحقق اهداف، وكان في اب بيقول له امشي 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 انت على الفشل، امشي مش عارف ايه، مستحيل اديك حاجه تعملها، انت هتفشل اصلا من قبل ما تبدا. فبتوصل الرساله طبعا الطفل طبعا بيقول حاضر ان شاء الله، ما عندوش مهارات او تفكير ان هو الطفل يبدا، الطفل يتجاوب مع اللي يقال له، فان قالوا له شيء ايجابي بيمشي بشكل ايجابي، وان قالوا له شيء سلبي اكيد بياثر عليه بالزبط. في النهايه من كذي دائما الاهل لازم يحرصون على التربيه الصح، على الكلمات اللي يظهرونها ويطلقونها الى اطفالهم، لان راح تاثر عليهم في كامل مسيرات حياتهم. يمكن انا بأتكلم عن شغلات اللي هو المديح الدائم، المديح اللي يكون زيادة عن اللزوم، هل ممكن أنه هو يجعل من الشخص أو الطفل نفسه الطفل يحب ذاته بشكل غير طبيعي؟ وشو ممكن تكون الموازنة بأن أنا ما أكون جاف معه وما أكون يعني كثير المديح والحب له؟ أشكرك جدا على السؤال ده. طبعا إحنا عندنا هنا مبدأ اسمه ولا الإفراط ولا التفريط، يعني ولا المديح الزائد ولا النقد الزائد، يعني المديح في وقته المناسب ان انا بدي له احتياج في الوقت ده، عملت حاجه كويسه برافو عليك ما شاء الله انت، لكن المديح الزائد طبعا بيبدا يتعود ان هو خلاص يعني انا على طول بتمدح فما فيش، فبيطلع شخصيه اعتمادية، شخصية ممكن مغرور شوية، ممكن عنده مشاكل في شخصيته، يستاء لو ما خدش مدح، يعني لا انا تعودت اتمدح فازاي انت ما تمدحنيش، فتعمل له مشاكل لما يكبر مع زوجته مع صحابه وكده، يعني خلاص تعود عليها ويبيها مستمرة طول العمر. خلاص ماما على طول بتمدحني، انت ازاي بقى مش كل شوية تقولي لي بحبك وانت جميل وانت اجمد واحد في العالم، فلا ما باخدش انا الكلام ده. التوازن مهم. بالظبط بالظبط. يمكن في البداية احمد تكلمنا ممكن عن الصورة الذاتية، وممكن تحدثنا في جانب آخر عن الثقة بالنفس، هل اليوم نقدر نربط الثقة بالنفس مع الصورة الذاتية ولا ممكن هي مختلفة نوعا ما؟ طبعا الثقة طبعا يعني الثقة بالنفس ايه؟ ممكن يا عبد الله تبقى انت عندك مهارة قوية جدا، شاطر جدا في حاجة معينة بس مستحيل تطلعها. ايه اللي بيمنعك هنا؟ ما فيش ثقة في النفس، خلاص الجهاز بتاع الثقة بالنفس مش شغال. يعني انت ممكن تكون شاطر جدا في الخطابه انك تقول خطبه ومفوه وعندك الامكانيات دي وعندك الذكاء البصري والذكاء، بس ما تقدرش ليه؟ الثقه بالنفس هي اللي منعاك. فدي بتتكون برضو من الطفوله، ففي طفل على طول اهله يقولوا له انت كويس انت تقدر احنا واثقين فيك، يدوا له حريه الاختيار، ودي بتعمل الثقه بالنفس. يعني في اب يقول لابنه لا حبيبي اختار خد راحتك، ايه رايك بقترح عليك، شوفي الكلام حتى ده يفرق. وفي اب يقول له لا 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 هات دي اسمع اللي بقولك عليه، لا ما بلاش دي، اوامر ونواهي لا، طريقه الالقاء اللي هي ايه رايك تعال نشوف تعال نختار مع بعض وهكذا، فبتفرق جدا طبعا في الثقه بالنفس. اكيد. ومو بس الاختيارات، يمكن حتى المناقشه مع الطفل دائما اكون متناقش معاه، يعني اسمع رايه ياخذ رايي، يكون في تواصل بيني وبين الطفل، هذا الشيء راح يفرق بشكل وايد كبير. اكيد طبعا طبعا لغه الحوار، انا كنت حتى لسه عامل فيديو على حته ان لغه الحوار قد ايه مهمه في التعامل مع المراهق والتعامل مع الطفل، ان انا احسسه ان انت مهم، ان انت يعني انت انسان، يعني الموضوع مش طفل يلا امشي العب، لا تعالى حبيبي انت عملت كده ليه، حتى لو لسه ما بيعرفش يتكلم بيسيف زي ما حضرتك قلت بالضبط، بيعمل سيفنج للكلام فكذا كذا، لا دي تتعمل كده، لا الافضل يكون كده، مش هتخسر حاجه كأب ما تعمل كده، حتى فهم ما فهمش بس انت بتديله دفعين. نعم احمد، قبل ما نختم معك اللقاء، ممكن اليوم كثير من اولياء الامور تابعونا من خلال هذه الحلقه، رساله توجهها مع ختام هذه المقابله. رساله يعني مهمه جدا لكل اولياء الامور والاباء والامهات، اسمع طفلك، ادي له وقت، احضنه كثير، ده بيحميه من حاجات كثيره جدا، حاول ان انت تركز معاه وتركز مع تفاصيله، ان الحاجات دي هي بتخلينا نتجنب مشاكل كتير احنا في غنى عنها في الكبر. اكيد. في النهايه الاخصائي النفسي احمد خليل، كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم على هذه النصائح القيمه. انا اشكركم، شكرا على الموضوع القيم، شكرا. مشاهدينا وبكذي نكون وصلنا معكم لنهايه ساعتنا في شمس البحرين، بامكانكم متابعه هذه الحلقه بالاضافه للبث المباشر وباقه من البرامج اللي تقدمها قنوات واذاعه وتلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجوده في اسفل الشاشه. اكيد جمال، جدا اللقاء بكره ان شاء الله في حلقه يوم الاربعاء. مع السلامه. مع السلامه.